جو عندنا ناس اللي تسمى هذه حركة بركات هذه وانصار بن فليس هذو جو. احنا معروفين اسم الحي نتاعنا حي شعبي، بمعنى اخر اسمه حي نتاع ناس من الطبقة الكادحة يحبوا يستغلوا هذه الظروف نتاعهم، وجو عندنا وطلبوا منا ان نخرجوا للشارع ونديروا فوضى ومظاهرات ونكسروا، وك تعرف هذه الامور كيما هذه. هذا اسمه هذو حركه بركات وحركه يقولوا باللي رانا انصار بن فليس، وحنا رانا شويه، حنا دي زمازيغ بصح انا شويه من بكري بعد من الراس نتاعنا القديمه بعد ما نديروش هذا الشيء، لان هذه بلادنا والفوت والانتخابات اللي يربح بصحته اللي يخسر بصحته. هذه انتخابات نورمالمون تكون فيها شفافيه، ما يجوش يطغيو الناس ولا يجوا عند الشباب الضعيف. حنا عندنا كل اناني شاب مانيش خدام وما عنديش سكنه ومانيش متزوج و 31 سنه في عمري، بصح لو كان غدوه نشوف روحي نموت بالشر على باش نخرج نحرق ولا نروح نكسر ولا نروح ندير مشاكل على جالت حاجه هي نصبح نفسد بلادي، انا ما نقبلهاش، نموت بالجوع وما نقبلهاش. هذه السماني النجدة انا السلطات من المنبر هذا، الناس هذو اللي راهم يقولوا بركات، رانا حركه بركات في ديارهم، ماشي بركات علينا احنا ولا بركات عليه. على واش بركات؟ بركات على هنا، بركات كي عاد تهنينا، بركات كي عاد الناس الشباب دركا عنده دارت لهم الدوله دي سوليسيون، عندهم حلول ينجموا يطلعوا يخرجوا من هذيك لاميزير اللي كنا فيها بكري في العشريه السوداء. انا عشت العشريه السوداء، انا شفت الارهاب هذا واش هو، وشفت هذا الشيء اللي راه صار بكري في التسعينات، عرفت واش هو وحسيت وعشته صح. كي نقول لك عشته راني عشته صح. بركات هذه يقولوا بركات من لاميزير اللي كنا فيها، ماشي بركات من لهنا. بركات هذه يروحوا يديروها، يروحوا يشوفوا الناس هذو اللي يدعيوا باللي راهم بركات وانصار بن فليس انصار نتاعو، اللي يحب يروح يحرق هو، ماشي يجي لهنا ويوصل شباب مسكين اللي راه موش واعي ما هو قاري ما والو، ومن بعد يروح يوصلوا انه يخرج عن النطاق نتاع الانتخابات، نروحوا لحاجه اخرى نعشوا في التكسار، نعشوا نقتلوا بعضنا ونروحوا للعشريه. حنايا كنا فقاره من هنايا وكانوا الارهاب عندنا، وغربوا لاتكارتيه بعد ماتوا في جبل ولاتكارتيه غروا بهم، ولا في العام هذا خرجت لنا بركات. يا خويا منين جاتني انا بركات هذه؟ ما نعرفهاش انا بركات هذه. معليش ترشح بن فليس بوتفليقه خويا الصندوق يفرس، اللي دا بصحته يستناو الساعه الانتخابات حتى تجي تحب تشعل النار تستغلني انايا، تجي تقول لي انا الكوسيدار ومشهور بالتجمهر وهكا وليجان ومن هنا وفيه وفيه وفيه، تحب تشريني ما تشرينيش، انا عارف صلاحي وصحابي الكل يعرفوا صلاحي ولا ذكرتي يعرفوا صلاحهم. انا كنت من انصار بن فليس. نهار كي جا بن فليس لهنا الخنشله نهار الجمعه، بعد صلاه الجمعه انا كنا نتبعوا في الحمله نتاعو، تلاقينا بناس ثم قاعدين نشوفوا في البرنامج نتاع بن فليس. هي من بعد ما روحت لقينا بناس قال لك اخويا احنا الانتخابات هذو لازم نقاطعوهم، حبكم تدوروا على المدارس ما تخليوا لا مراه لا راجل لا صغير لا كبير يفوتي ولا والو. انا نوجه النصيحه نتاعي للشباب، احنا نحبوا لهنا البلاد.